عملية تمت إطلاق الحمام في سماء مدينة طنجة، ما يقارب أو ما يفوت 500 حمامة. هذا العمل كان في إطار مجموعة الأنشطة قامت بها قاموا بها شباب الخير في مدينة طنجة. من خلال هذا العمل هو رسالة لرجال ونساء الصحة، أننا نوجه لكم رسالة شكر من خلال هذا الشكل الحضاري، شكل تعبيري، امتلأت السماء بالحمام، التحية ديالهم بهذا الأسلوب الحضاري لرجال ونساء الصحة، رجال السلطة، كذلك رجال الأمن اللي كيسهروا ورجال الدرك اللي كيسهروا منذ بداية هذا الحظر ليل نهار على سلامة المواطنين والرعاية ديالهم. نحيي شباب الخير على هذه المبادرة اللي عملوا اليوم، كان عندنا شرف أننا نشارك معهم فيها بإطلاق الحمام. وصراحة نحن في هذه الظرفية اللي كنعيشوها مع هذا الوباء، الله سبحانه وتعالى يرفعه لينا، محتاجين بزاف يعني واحد الدعم معنوي والمسائل اللي يعني كدعم الجانب النفسي. وهذه المبادره يعني واخا الظرفيه اللي هي صعيبه، ولكن كنحيي الاخوان والسلطات اللي اتخذوا جميع الاجراءات الوقائيه والصحيه باش تكون هذه المبادره هذه وتعطي نفس جديد. وكنقولوا ان شاء الله بهذه المبادره اننا ان شاء الله قريبا ان شاء الله غادي نخرجوا، غادي نتهناو من هذا الحجر الصحي، وغادي نتهناو من هذا الفيروس، وغادي ترتاح بلادنا. وتحيه كبيره، تحيه كبيره للناس، الاطر الطبيه والاطر الامنيه والناس اللي كيسهروا على المرافق الحيويه، يعني اللي بلا بها ما يمكنش يعني تكون الحياه في البلاد، واللي دائما دائما يعني لان حنا كنعرفوا حاليا الخروج الزنقه يعني الخارج هو اكثر عرضه واكثر خطوره بالنسبه لنا. هذا هو سبب لاننا عاملين الحجر الصحي ديالنا الحمد لله ملتزمين به. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.